السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هو والمجتمع. طبعا هنتكلم النهاردة معاكم عن موضوع التشطيبات والديكور. طبعا الديكور أو التشطيبات أساس جمال كل بيت عصري، ومين منا ما بيهتمش بالجوانب الفنية والجمالية في بيته، وطبعا ده كله لتوفير الراحة النفسية والجمالية في بيته. تمام، وعشان نتكلم عن الديكور والتشطيبات وأهميتها وكل ما يخص هذا الموضوع، فكان لازم نجيب لحضراتكم شخصية من اللي ظهرت مؤخرا على الساحة. معانا ومعاكم المهندس أشرف خلف، رئيس مجلس إدارة الدولية للديكور وأعمال التشطيب. أهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بيك يا فندم. طبعا منورنا في برنامج هو المجتمع. ربنا يخليك، شكرا حبيبي. طبعا اللي خلانا نجيب حضرتك، لقينا حضرتك بتقول سعر متر التشطيب 660 جنيه. تمام. ازاي يا فندم؟ والله هي عملت ضجة جامدة موضوع 660 ده، لأن ده يعتبر أقل. 660 ده يعني معنى كده لو أنا عندي شقة 100 متر يعني هتتكلف 66,000 جنيه. تمام مظبوط. طبعا شركات التشطيب المنافسة أكيد عاملة أسعار أكتر من كده وما تقدرش تنزل عن كده. تمام، ف 660 ده أنا بدي مساحة للعميل إن هو يختار خاماته بنفسه ويشتريها بنفسه. يعني أنا بوفر له بال 660 جنيه دول العمالة والإشراف الهندسي من أول يوم شغل. بريح دماغه من المشكلة الأساسية في التشطيب اللي هي التعامل مع الفنيين. بيتعامل مع طبقة ما بتلتزمش بالمواعيد بطريقة واضحة. طب انت بتستلم الشقة ازاي، او بتستلم البرج ازاي، او بتستلم العمل نفسه ازاي؟ بستلم المكان بالمتر، بمطره، ماليش دعوة بالامطار اللي موجودة في العقود. يعني يكون على الطوب الاحمر. الطوب الاحمر بستلمها من اول الطوب الاحمر، ولو في بنود عايزة تتعالج بعالجها من الاول. في مشاكل في البنى بعملها، في مباني عايزة تتعدل بعملها، حد عايز يوزع اوضة على الصالة او الكلام ده فبعمله. بمطر على الطبيعة، ما بحاسبش العميل على الأمطار اللي موجودة في العقد، بمطرها على الطبيعة. بمعنى ايه يا فندم؟ يعني بقيس المساحة الفعلية. العقد ممكن يكون مكتوب فيه 120 متر مثلا وهي تصفي أقل من كده. دايما بتبقى أقل من المكتوبة في العقد، لأن العقد بيحسب المرافق والمناور والكلام ده كله. أنا باخد المساحة الفعلية عشان ما أكلفش العميل أكتر من حقه، من طاقته. تمام؟ بس فبعملها ب 660 عمالة. انت مشكلتك مع العمالة مش في الخامات، انت الخامات هتنزل تشتريها من اي حتة تعجبك، والسعر اللي هيعجبك هتجيبه. انت بتوفر كل الصنايعية. بوفر كل الصنايعية كلها، وانا اللي بتعامل معاهم، بتعامل معاهم من الالف للياء. انت مالكش دعوة بواحد جه ما جاش، يعني هو التعامل مع حضرتك انت بس. انت مسؤول قدامه في كل حاجة. بالظبط، هو التعامل مع شخص واحد اللي هو انا. الفنيين بقى اللي ورايا دول هو ملوش علاقة بيه. ما هي دي مشكلة العميل الاساسية. هي المشكلة مش في ان هو يشتري خامات، الخامات موجودة في كل حتة، والتعامل فيه معارض كتير وخصومات كتير في كل حته. يعني عايز يشتري سيراميك هينزل يشتريه من اي مكان بكل سهوله. هي المشكله في الفني اللي هيركبه. عايز يشتري ادوات كهربائيه هينزل يجيبها من كل حته. المشكله في الفني اللي هيركبها. تمام، فانا عالجت له المشكله وفي نفس الوقت وفرت عليه سعر المتر. انت هتحسب صنايعتك كلها بكام، انا هعرف اخد منهم سعر اقل من اللي انت هتاخده، لان انا بتعامل مع الفني كل يوم. انما انت هتعمله مره واحده وخلاص على كده. انا بتعامل مع الفني يوميا، فلازم يكون ليا مساحه في السعر بيني وبينه. لو انا سلمت لحضرتك شقه على الطوب الاحمر، ايه الخطوات اللي حضرتك هتقوم بيها؟ بنبدا في الاول بالتاسيس، بنأسس سباكه، بنأسس كهرباء، وفي كل باقات التشطيب عندي انا باسس تاسيس واحد، عشان التاسيس ده بالذات بيعتمد عليه الشغل اللي بعد كده. هو حب يغير فبعد كده هتبقى التكلفه عليه اقل، انما في التاسيس اللي هو بمعنى اصح الشغل اللي جوه الحيطان لازم يكون حاجة بجودة عالية عشان ما تعملوش مشاكل بعد كده. بالنسبة للكهرباء السباكة، الكهرباء أسلاك السباكة بنجيب أفضل أنواع في السوق وأغلى أنواع. برضو مواسير السباكة نفس القصة. الحاجات الأساسية اللي هي في داخل الحتة اللي بيتعمل عليها الشغل بعد كده بنجيبها أفضل الأنواع. بعد كده التشطيب بقى ده اللي بيتحكم فيه العميل سعره بقى. هو بيقول أنا معايا ميزانية قد كذا عايز أخلص عليها، فبنحاول. بس ما بيبقاش في مقترح من حضرتك؟ طبعا في مقترحات كتير وموديلات كتير. هو قاعد مش شايف كل المساحه اللي في السوق عامله ازاي، فانا بنزل له موديلات كتير قوي يتفرج وينقي منها على حسب الميزانيه اللي هو بيحطها. يعني في شخص يقول لي انا مش معايا غير المبلغ ده عايز اشطب بيه، فببدا اقول له المتاح بالمبلغ ده واحد واثنين وثلاثه واربعه، حضرتك تقدر تختار من دول. بيبقى في توقيت بقى معين انت متفق بيه على مع العميل؟ طبعا طبعا، وبدي له سبيس كمان عشان انا ابقى ملتزم معاه في الاخر بالميعاد. شقه على الطوب الاحمر مساحتها مثلا هنقول، هل بيبقى في تعاقد يا فندم؟ طبعا تعاقد ومحضر استلام من العميل كمان.
يعني بيبقى في عقد بيني وبين العميل، والعقد ده بيتقفل في الاخر بمحضر تسليم ايا يكن العمليه اللي حضرتك هتنفذها، ايا كان لو سواء شغلان شركه او سواء شقه او اي بالظبط، فيلا في كومباوند، شقه، مكتب عياده، محل، كل الوحدات اي نوع ايا كانت نوع الوحده بننفذها على اعلى مستوى. طيب بعد ما بنأسس بقى الحاجات الداخليه بعد كده بندخل فين؟ بعد كده بنبدا في مرحله النجاره. وليه بنعمل مرحله النجاره؟ لان النجاره مبنيه عليها المحاره. المحاره ما ينفعش تخش الا لما يكون في حلوق النجاره راكبه، فلازم نظبط النجاره الاول وتتوزن صح عشان لما تيجي تركب المحاره بعد كده المحاره تتظبط صح. حضرتك بتبقى متابع كل ده بنفسك؟ طبعا لو معايا 100 موقع لازم اعدي على 100 موقع كل يوم، وطبعا في فريق عمل معايا، في مشرفين وفي مهندسين شغالين متابعين خطوه بخطوه. ما بنسمحش ان يكون عميل دافع مثلا فلوس وبدافع مئات الالوف في شغلانه وتحصل حاجه مش عاجباه، لان احنا هدفنا مش المكسب المادي فقط، احنا هدفنا ان احنا نكسب اكبر قدر من العملاء معانا، فلازم نراعي شغلنا. فممكن شغلانه تبقى فيها حاجه مش عاجبه العميل تتهد وتتعمل من جديد، وده بيبقى على حساب الشركه من الالف للياء، العميل ملوش دعوه بيها طالما العميل هو اللي مختار الموديل ده، والموديل ده ما اتعملش زي ما هو عايز بينزل ويتعمل على حسابنا احنا، لان مش انا ممكن اخسر فلوس انما ما اقدرش اخسر عميل. وده حصل مع حضرتك يا فندم؟ كان بيحصل في بداية الشغل معانا، لأن احنا برضو كنا في البداية بنستنقى الفنيين، فالفني اللي هو بيبقى معايا ملتزم بمواعيده وملتزم بشغله وشغله كويس بحافظ عليه وبخليه معايا، انما في البدايات كان بيبقى في فنيين مش متمكنين من شغلهم فغيرتهم طبعا. طب ازاي حضرتك بتختار الفني يا فندم؟ والله في مراحل مسؤول طبعا عن كل الشغل. طبعا، فطبعا اي خطأ حضرتك اللي بتتحمله طبعا، فعشان كده لازم يتعمل له اختبارات عالية جدا، وهل طاقة احتماله في الشغل قد ايه؟ ممكن اكون شغل انا مستعجل عليه وعايزك تسهر معايا تخلصه. هل بيبقى ليه فترة اختبار؟ طبعا، اول شهر فترة اختبار معايا، لو في فترة الشهر ده غلط غلطة واحدة بس ما بينفعش يكمل معايا. حتى لو كانت الغلطة مثلا حتى لو كانت الغلطة بسيطة ما اقدر هيخسرني. لو انا اتعاملت معاه كده هخسر عملائي انا كشركة. ما اقدرش ان انا اتحمله اكتر من كده، هو شهر. هيتعامل معايا وهيشتغل معايا، اثبت كفاءه هيكمل معايا، ما اثبتش كفاءه مش هينفع. هي برضو في صور بتتعرض برضو حضرتك طبعا على الشاشه برضو، ربنا يخليك عشان الساده المشاهدين برضو يشوفوا شغل حضرتك. شكرا. تعيش. ايه اهم الاعمال بقى اللي حضرتك قمت بيها بقى في الفتره السابقه؟ بص، هو انا ما استاذنتش من اصحاب الاماكن. طبعا اتكلمنا كده عن عرض ال 660 واتكلمنا فيه. تمام. عرض ال 660 ده عمالة وإشراف فقط، بدون خامات، بدون نقل الخامات أو تطليعها للوحدة، بدون ديكورات. يعني أنت لو في ديكور بعد كده عايز تعمله، ده بنعمله بالجزئية، يعني الجزئية دي هتتكلف قد كذا، ده خارج باقة ال 660. تمام؟ ودي أنا ريحت العميل فيها كتير. هو مشكلة العميل في التشطيب التعامل مع العملاء. أنا ريحتك مع الصناعية دول، ريحتك منهم خالص وقلت لك دول حسابهم كذا، باشرافهم بكله. انت بتتحاسب معاهم انت؟ انا بقى 660 انت بتحاسب منها العامل، بتحاسب منها بالظبط، بتحاسب منها كل حاجه، كل بالاشراف، الاشراف الهندسي كمان، ده اشراف هندسي من اول يوم شغل. تمام. هنتكلم بقى عن الاعمال اللي حضرتك قمت بيها في الفتره السابقه. بص، هو انا ما استاذنتش من اصحاب الاعمال دي، بس ممكن اقول لك الاماكن. يعني ممكن في بعض الكومباوندات في التجمع الخامس، اكتر كومباوندات يعني، كان في حوالي 3 او 4 فيلا لدكاتره. هو معظم اللي بيتعاملوا معايا دكاتره، لان وقتهم مشغول جدا. تمام. فاتعمل، ما عندوش وقت وبيبقى ليه عياده مثلا بره القاهره وعياده هنا، فابوه ما عشان وفرت له كل وفرت له كل دوت. وبصراحه يعني هم الناس ملتزمه معايا جدا وعجبهم الشغل جدا جدا، اكيد هم شايفيني دلوقتي وعارفين. تمام. بس يعني دكاتره بس؟ دكاتره، وفي موظفين تانية في شركات البترول برضو كانوا بيسافروا من مكان لمكان، فما بيبقاش عندهم وقت. فكرت ان انت تتعامل مع هيئات ان انت مثلا زي اسكان الشباب او كده، بالنسبه فيما يخصه طبعا الاسكان الاجتماعي؟ ربنا يخليك. كان في مشروع في العالمين، 21 عماره في اسكان الشباب هناك، وكنت المفروض ان انا هاخد منه جزء، بس ربنا ما وفقش. الشروط نفسها ما اتطبقتش على حضرتك ولا انت لقيت الموضوع؟ كان مشكلتهم بس ان هم موضوع المستخلصات بتاخد وقت، فطبعا انت بتصرف من جيبك، فانت بتغطي فانت بتغطي مساحه كبيره الاول قبل ما بتصرف مستخلص. وامكانيات الشركه في الوقت الحالي مش هينفع بده، لان تكلفه التشطيب الداخلي اعلى بكتير من الكلام ده،
فانت بتكلف تشطيب داخلي ده كتير، مش قليل يعني. انا في العميل باخد منه مش اقل من 30% من المقايسه، والباقي على دفعات لغايه ما استلم. فهناك مش هيدوني ال 30%، هناك هصرف انا ال 30% في الاول، ويوم ما هاخد مستخلص هاخده اقل من كده، فمش هينفع ان انا اتعامل معاهم يعني. طيب لو اتكلمنا بقى عن المميزات اللي بتقدمها الشركه عند حضرتك، طبعا تختلف عن الشركات التانيه، غير طبعا حته السعر اللي احنا اتكلمنا فيه. تمام. ايه تاني غير السعر؟ اولا حته ان انا لو في حاجه ما عجبتكش دي انا بنزلها وبتحملها من الالف للياء بدون اي تكلفه على العميل، دي لوحدها ميزه. ما عجبتكش يعني ممكن اكون متفق معاك بالظبط، وشكل الموديل ما عجبكش، او انت بعد حاسس تنفيذه، بعد تنفيذه انت حاسس ان هو ما طلعش على الطبيعه بنفس الشكل اللي طلع في ال 3 دي او طلع في اي مكان تاني. بس انا اللي مختاره، يبقى المفروض ان انا المتحمل. هنقول بقى مش حضرتك اللي بتحمل، ما انا دي حاجه بعملها ميزه للعميل، هنقول ان حضرتك اخترتها وده مكان هتعيش فيه عمرك او هتعيش فيه فتره من حياتك طويله، فما ينفعش تبقى عايش في مكان ودفعت فيه فلوس وفي نفس الوقت انت متضايق من اللي انت شايفه. دي خساره لحضرتك. بس كسبت العميل. يعني حضرتك لو ده تم مع حضرتك شخصيا، انت بتبص المكسب. اصل انا دلوقتي حضرتك انا اتفقت معاك على حاجه، تمام، فالمفروض انا ملزم. تمام 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 بالاتفاق مع حضرتك. تمام. لكن لو حصل ان الخلل من عند حضرتك اقول لحضرتك انت اللي متحمله. تمام. لكن طالما انت حضرتك قلت ان انا اللي مختار، ما هو في الاثنين انا اللي متحمله مع حضرتك، انت جبتني انا عشان اريحك نفسيا، فمش معقول هشوفك انت متضايق من حاجه واسيبك، مستحيل. اكيد هعملها وانزلها. تمام. حتى لو هخسرها من الاوفر بتاعي مش مهم. دي ميزه مش موجوده يا فندم. لا مش هتلاقيها في حد. تمام. ايه تاني يا فندم؟ بنحاول ان احنا نكون مميزين عن باقي الشركات التانيه. يعني بنحاول نعمل ديكورات جديده، نجيب ديكور مثلا قديم شويه على ديكور جديد ونوفقهم مع بعض نطلع بنتيجه اعلى. بنبدا نشوف الديكورات في دول تانيه بره. يعني بحب اشوف الديكورات اللي في ايطاليا، في فرنسا، في الدول الاوروبيه، نوفق منهم ديكورات جديده، فبلاقي النتيجه بتطلع بديكورات اعلى مش موجوده في مصر. فبالتالي العميل بيشوفها بتبقى حاجه اول مره يشوفها بعينه. ده حضرتك اللي بتقوم بيه شخصيا ولا في حد معاون؟ ما انا وفي فريق من التيم بتاعي بيقوم بالكلام ده بصراحه، بيعملوا مجهودات جامده. ده متخصص بس في حته يشوف ايه الاحدث، متخصص في ده ومتخصص في حملات الاعلانيه كمان على السوشيال ميديا. يعني هو متخصص في ده كله، متخصص في السوشيال ميديا، متخصص في تصميمات ال 3 دي، ومتخصص في ان هو يجيب موديلات من بره ويعرضها عليا، متخصص في الحاجات دي كلها. انا نفسي في وقت فراغي بقعد اجيب الموديلات دي من بره واقعد اتفرج عليها. طيب جربت ان انت حضرتك تجيب موديل من بره وتعرضه هنا وكان ليه يعني كان رائج مثلا مع العملاء وكده؟ كان في موديلات، اكتر موديلات كانت بتعجب العملاء المصريين الموديلات الايطاليه. الايطالي. وفي بعض الناس الموديلات العربيه السعوديه هي دي اللي كمان بتعجبهم جدا. بس التكلفه نفسها مش بتبقى عاليه؟ ما هو انا بحاول بقى اضغط التكلفه على العميل على قد ما اقدر. اللي خلاني عملت كده خلاني عملت موضوع 660، فانا انا بضغط التكلفه على قد ما اقدر، على اساس ان العميل ما يحسش ان هو ان لو شطب بنفسه هيوفر. بالعكس، انا بخليه يقعد يحسبها بنفسه، هو رينج احتمالاته صرفه قد ايه، هيلاقي ان انا ارخص مما كان هو هيعمل، لان انا مكسبي في الاول ما بيبقاش كله من العميل. انا لو هحط مثلا بنسب مئويه، لو هكسب 10% من العميل هكسب ال 90% التانيين من اماكن تانيه، من الفني اللي انا هتعامل معاه، يعني فرق الاسعار هيفرق بيني وبين العميل، من اللي هشتري منه الخامات، انا بتعامل مع حد بيشتري منه الخامات يوميا، فمش ممكن حضرتك بيبقى ليك سعر. تمام. غير بيبقى ليا برايس لوحده، ما مش ممكن يخسر. انت لو ما عملتليش برايس لوحدي انا هروح لغيرك، فهو بالتالي مش هيبقى عايز يخسرني، فبرضه ما يقدرش يدي المستهلك العادي زيي. هو كده مش هينفع، كده هو مش هيشتغل، كده هو ممكن يخسر المستهلك ده كمستهلك بس ما يخسرنيش انا، لان انا بتعامل معاه يوميا. وده بيدي لحضرتك طبعا ان انت اختيار العملاء نفسهم، ان تمام. انت ممكن تختار الفئه القليله والفئه المتوسطه والفئه العاليه في كله، حتى لو واحد عنده بند واحد في الوحده بتاعته، يعني حد عايز يجدد النقاشه مثلا، بندربها له على الخامات اللي هو عايز، نقول في خامات بكذا هتعمل كذا وفي خامات بكذا هتعمل كذا، يعني بديله مساحه يقدر يتحرك فيها، ما ببقاش معاه بشرط معين، لدرجه ان انا بقول للعملاء كمان، بقول لهم لو انتوا عاملين ميزانيه مش حابين ان احنا نتخطاها، احنا ممكن نظبط مقايستنا على قد الميزانيه بتاعتكم دي. فبالتالي بمعنى لو حضرتك، لو هي مثلا السعر مثلا انا حاطط 40,000، حضرتك قلت لي التكلفه 60,000، ممكن تمام. نعمل بال 40 حاجه قريبه من ال 60، اضغطها له ال 40. وطبعا رقم الشركه بتاع حضرتك طبعا على الهوا، وفي طبعا احد المتصلين. الو استاذ مدحت. يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. تمام.
اهلا بحضرتك، انا بتكلم بخصوص الشركه الدوليه المهندس اشرف خلف. اتفضل يا فندم مع حضرتك. انا مش عارف اشكر ازاي المهندس اشرف على الاعمال اللي ربنا كان بيعملها يخليك. معايا. المكتب استاذ مدحت مع حضرتك يا فندم. المكتب الفني اللي هو بيشتغل فيه المهندس اشرف، الشركه الدوليه للاعمال الديكور، هو كان قام معايا بشغل كتير جدا الفتره اللي فاتت، وانا بصراحه لقيت فيه ونعمه المعامله. اولا التزام في المواعيد، ثانيا دقه في العمل، معايا مكتب استشاري على اعلى مستوى بينفذوا تصميمات عاليه جدا جدا، وبصراحه هو كان بيوعد ويوفي، يعني هو راجل اعمال وليس راجل اقوال. نفذ لحضرتك ايه يا فندم؟ اشرف كان قام معايا بشغل كتير جدا بصراحه، ولقيته بيجيب لي اعلى خامات واعلى مستوى من الشغل. المكتب الفني اللي هو شغال فيه معاه مهندسين على اعلى مستوى، وبعدين في شرط ان هو بينزل بنفسه جوه المكتب وبيتابع الاعمال بنفسه. ده حضرتك شفته بنفسك يا فندم. ان انا كلمت المهندس اشرف النهارده بخصوص الاعمال اللي كان عملها لي، بصراحه جوده جدا جدا واقل سعر في السوق. انا رحت قعدت معاه اكتر من مره في المكتب، راجل محترم جدا وخلوق جدا، وبيتعامل مع الناس بمنتهى الشفافيه، ومش عارف اقول لك ايه، انا بقول له مزيد من التقدم يا باشمهندس اشرف، لان هو فعلا راجل محترم جدا في مواعيده ومحترم جدا في تسليمه وعنده ذوق ورقي، يعني المكتب بتاعه بيقدم تصميمات هندسيه على اعلى مستوى. ربنا يخليك. شكرا 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 جدا استاذ مدحت. شكرا استاذ مدحت. حضرتك عملت ايه مع الاستاذ مدحت؟ هو بيقول في شغل كتير جدا. استاذ مدحت عملت له شغل في مدينتي، كان عنده شقه في مدينتي وكان فيها شويه تعديلات كده، فعملتها له بصراحه. وكنت كانت اول معامله، بس هو بيقول في معاملات كتير. في كان في حاجه قبل كده في مكان تاني وكنت عملتها له، بعرفه من زمان، بعرفه من سنين. استاذ مدحت حبيبي يعني اخ. مش انت بتحاول ان كل العملاء تحافظ عليهم؟ طبعا بتعامل معاهم كان اخوات، وبتعامل مع الوحده كانها بتاعتي انا شخصيا، كان انا اللي هقعد فيها، وده ممكن اللي يكون نجحني شويه مع العملاء اللي معايا يعني. طب في الفتره الاخيره بقى طبعا جائحه كورونا وكده، الشغل بتاع حضرتك اتأثر؟ جائحه كورونا دي كانت على الكل، هي المشكله مش كانت على انا نفسي. كنت بس في ناس بتقول ان التشطيبات ما يعني ما تاثرتش كتير. شويه شويه يعني الدنيا هديت شويه، هي المشكله بقت معايا في شراء الخامات، لان انا كنت المحلات بتقفل من الساعه 5 والساعه 3 والساعه 4، فكنت بلاقي صعوبة في شراء الخامات، وان انا اسيب المشروع شغال والعمال شغال وانا انزل اجيب خامات في وقتهم، لان انا كنت في العادي بنزل اجيب الخامات دي بعد ما اليوم من العمل بيخلص. والفني نفسه عشان يتحرك ويروح ويرجع طبعا كمواصلات. كنت بتصرف بقى، اجيب عربيات تنقلهم من المكان لمكان الشغل. يعني كانت موضوع كورونا ده كان على البلد كلها مش عليا انا لوحدي، في ظروف وتحملناها والحمد لله عدت على خير، ربنا ما يجيبها تاني يا رب. تمام يا فندم. طيب هنرجع تاني معلش لموضوع الفنيين دول واختيارهم. تمام. انت اخترته بقى كويس، بتتعامل مع الفني ازاي؟ بتعامل مع الفني باكتر من طريقه، في طريقه اليوميات، وده الفني بيبقى محتاج واحد تاني مشرف عليه فوق دماغه عشان يشتغل. هو بقى هيجي لو يوميات هيجي يقضي يوم ويمشي. يوميات دوت بس عشان نوضح للساده المشاهدين، اللي هو مثلا يشتغل 10 ايام حضرتك بتحاسبه على قد ال 10 ايام بس. بالظبط ال 10 ايام. وفي بقى فني بيشتغل بالنظام ايه التارجت، هتشتغل بالانتاج بقى، يعني انت هتعملي دي بكذا ودي افضل شويه، لان ساعتها الفني بس ده ما بيأثرش على جوده الشغل، ان هو عايز ينجز شغل كتير عشان ياخد فلوس كتير. ما شروط، ما انا هديك تستلم منه. تارجت انت هتسلمني بكذا، او هتسلم المهندس المباشر للموضوع بكذا. تمام. فاستلم منك اعتبر ان التارجت ده خلاص تمنه هيوصلك، ما استلمش يبقى التارجت ده هيتعاد تاني. في اوقات كتير. طب هو اللي بيشيل في الوقت ده؟ هو اللي بيتحمل التكلفه؟ طبعا. بس انا برضو يعني من نوع التعاون مع الفني عشان برضو ما يتعبش، لو في اي حاجه في الخامات عايزه تتغير او عايزه تتجاب بتحملها انا، بتبقى حاجه بسيطه، فما ما باجيش عليها. يعني في حد مثلا من السباكين مثلا يروح يركب يشطب حمام، ممكن طبعا حضرتك عارف اطقم الحمامات خامه قابله للكسر، فممكن خامه تتكسر منه غصب عنه، فانا ما اقدرش لا احملها للعميل ولا اقدر احملها للفني. يعني لو حملتها للفني بعد ما يخلص الشغل هيدفع، والعميل ملوش دعوه، العميل كده كده عايز. بتتعامل معاه ازاي فني؟ ساعتها انا بقول له انا هحملها لك وهقسطها على على حسابك وهجيبها انا، بس طبعا ده في الاخر انا ما بعملش الكلام ده، انا بقول تتحملها كده. بتحملها انا وبسكت وخلاص، ما هي دي ضريبه الشغل معايا بقى، يعني انا اي شغل زي ما حضرتك فاهم ليه ضريبه بتتعمل.
تمام. فبتحط في موقف ما اقدرش احملها للفني، واحد يوميته حاجه بسيطه احمله طقم مثلا ب 3 4000 جنيه هكون انا كده، وهو ما يقصدش ان يكسره او يبوظه، فهضطر اتحملها. انت حضرتك في الشغل ده بقالك كام سنه يا استاذ اشرف؟ فوق ال 20 سنه. فوق ال 20 سنه. تمام. كانت بدايه حضرتك ازاي؟ كانت بدايه حضرتي كنت باخد حاجات معينه في الوحده دي، انا كنت باخد الكهرباء بس الاول، شغل الكهرباء. بعد كده لقيت بعض العملاء بيقولوا لي طب ما ينفعش تشوف لنا كذا، ما ينفعش تشوف لنا كذا، يعني ما ينفعش تشوف لنا فني في السيراميك مثلا، ما ينفعش تشوف لنا فني محار، فلقيت نفسي انا بجيبهم كلهم. فبدات اريح دماغي واخش مع العميل اقول له طب بص انا هريحك انت خليك وانا اعملها لك كلها. بدات بقى في تنقيه الفنيين. فبدات فهي جت فهي بقى الفريق بتاع حضرتك. بدات اسس بقى الفريق، او بيقولوه في السوق الدولاب. الدولاب. الدولاب بتاعك اللي هو فيه المحاره، طبعا المحاره ما يبقاش فني واحد، اكتر من واحد، الكرانيش، الجبسن بورد، الكهرباء، السباكه، النجاره. احنا وقفنا عند النجاره يا فندم، بعد كده ما كملناش. بعد النجاره بيتم المحاره. تمام. دي اساسي. بعد ما بخلص المحاره بقى لو في شغل جبسن بورد قبل ما اعمل سيراميك بعمله. شغل الجبسن بورد ده ما ينفعش اعمله قبل ما ينفعش اعمله بعد السيراميك. اعمله قبل السيراميك عشان لو في حاجات اظبطها على مساحه السيراميك بعد كده، ولو في تعديل ممكن اعدله بعد السيراميك عادي، انما كتاسيس جبسن بورد لازم اعمله قبل السيراميك. بعد كده ببدا اعمل السيراميك، بعمل الحوائط الاول، ما بعملش الارضيات، بنعمل الحوائط اولا، بعد كده بنعمل الارضيات تقفل على الحوائط اللي اتعملت، ولو في تطعيم بالرخام في الارضيات وكده. طبعا الارضيات بتقفل على الحلوق النجاره اللي احنا عملناها قبل المحاره. بعد كده بتخش مراحل تاسيس النقاشه، سكاكين المعجون طبعا زي ما حضرتك اكيد عارفها. تمام. وبيبدا بعد المعجون ببدا اعمل تشطيبه صغيره للكهرباء اللي هي المفاتيح والشاسيهات، بس من غير الوش النهائي ده، بسيبه في الاخر خالص ده في التشطيب النهائي. اعمله قبل الوش النهائي بتاع النقاشه، يعني اعمل الشاسيهات دي الاول. تمام. ولو في حاجات في الجبسن بورد هتتعمل كاضاءه اعملها واجهزها وكل حاجه. بعد كده ببدا اشطب نقاشتي كلها، وابدا بعد ما اشطب نقاشتي اقفل على النقاشه دي شغل الكهرباء، سواء كشافات او ليد او مفاتيح او شاشه نهائيه، الكلام ده كله. الوش الاخير ده اللي هو ما ينفعش بعد كده حاجه نقاشه تطلع، لان حاجه نقاشه تطلع طلعت بعد كده بهدلت الدنيا، هتبهدله، فانا عايز اركبه بزهوته وهو لسه جديد لسه ما محطوط يعني. بس فدي مراحل التشطيب باختصار. طيب نطلع بس هنطلع فاصل وهنرجع لحضراتكم تاني ان شاء الله. رجعنا لحضراتكم من جديد مع المهندس اشرف. مهندس اشرف 20 سنه طبعا في المجال، ايه اللي حضرتك بقى ايه استفدته في ال 20 سنه اللي فاتت؟ هنقول كخبرات بقى. اول حاجه فن التعامل مع الناس، دي محتاجه خبره، مش 20 سنه، دي محتاجه خبره 200 سنه. فن التعامل مع الناس، فن التعامل كبير قوي الموضوع ده. كبير جدا، انت بتتعامل مع فئات مختلفه جدا مع الناس، بتتعامل مع الكبير في السن، بتتعامل مع الشاب الصغير، بتتعامل مع البنت، مع الولد، بتتعامل مع فئات كتيره جدا. ازاي انت تبقى مرن عشان تتعامل مع كل الفئات دي بسهوله؟ دي محتاجه 200 سنه مش 20 سنه، لان انت شغلك كله مع الفئات دي كلها.
ممكن العميل اللي يجي لك يكون راجل كبير في السن، ممكن تكون بنت، ممكن تكون واحده ست متجوزه وليها ستايل خاص. المفروض انت تكيف تفكيرك على ستايلها هي، لان لو انا ما قدرتش اعمل ده انا خسرت العميل. يعني كخبره فن تعامل مع الناس محتاجه زي ما قلت لحضرتك 200 سنه مش 20 سنه. تاني حاجه بقى ودي الاهم، فن التعامل مع الفنيين. دي لوحدها مشكله، دي لوحدها فن. في فني انت ممكن تفهم دماغه بمجرد ما تتكلم معاه. ما هو انت ما انت لازم تشوف شغله او كده اكيد نوعيته مرت عليك. ما هي هنا الخبره اليوميه بتعمل كده، خبره يوميه في 20 سنه اكيد نوعيته مرت عليك، فاكيد هتفهم ده. في حد كل ما يبقى اموره الماديه مرتاحه هو مش عايز يشتغل. يعني تقصد حضرتك طول ما هو معاه فلوس في جيبه يفضل قاعد من غير لما شغل لحد ما بقى يبدا يدور. النوعيه دي كتيره؟ النوعيه دي كتيره كتيره جدا. كمان في واحد كده، في واحد تاني يبقى عايز يثبت لك ان هو ملتزم معاك بالمواعيد، انت قلت له 7 يبقى 7، قلت له 8 يبقى 8. ففي النوعيات الكويسه دي انت صعب انك تلاقيها. النوعيات دي بيبقى الميزه فيها ان هي حابه شغلها. ما اللي يحب شغله ده يلاقي الناس كلها بتجري وراه. حب شغلك هتلاقي شغلك ده بيحبك، وهتلاقي كل الناس نفسها تعمل اللي انت تعمل لها انت الشغل كله. فهمتني؟ تمام. بس والنوعيات دي صعب انك انت هتلاقي. تاني حاجه التعامل مع التجار. ما تعامل مع ناس بتورد خامات نقاشه، بتورد اخشاب، بتورد سيراميك، بتتورد، بس هم اكتر ناس محترمه بتوع السيراميك بصراحه، لان معظمها توكيلات كبيره يعني مش محلات صغيره. تمام. الباقي كله محلات صغيره. ففن التعامل مع الناس ده محتاج خبره كبيره. هل فرقت التعامل في بدايه الشركه عن دلوقتي؟ يعني مش انت ممكن مش دلوقتي في عميل ممكن تكون خسرته قبل كده بسبب فن التعامل ده. يعني في واحد خسرته قبل كده في اول شغل، وعايز اقول لك اول ما بدات الدنيا تشتغل شويه انا اتصلت بيه وتقريبا صلحت معاه كل حاجه، لان انا مش هحب اخسر حد. لوحدها مكسب ليا كشركه، ان انا اكسب العميل اهم بكتير قوي من ان انا اكسب فلوس. خلاص انا، لان العميل ده ممكن ما يجيبليش شغل بس ممكن يرشحني لناس تانية، فان انا اكسب العميل دي لوحدها حاجه ممتازه غير ان انا اكسب فلوس. فلازم يكون في بدايه الشغل لازم يكون فيها خسائر، خسائر العملاء او خسائر الفلوس. برضو اتعلمت ان انت تقدر تجيب ايه قبل ايه وايه بعد ايه. لا ممكن مثلا انا عملت السيراميك الاول في دي، لا ما ينفعش، ده المفروض كنت عملت الاول كذا. فدي برضو انت كسبتها في خلال فترتك ال 20 سنه. برضو انت لما تيجي تجيب حاجه عايز تحطها على حاجه تانية، دي شركه ودي من انتاج شركه تانية، تلاقيها ما تركبش. فلو لقيت واحد داخل معاك عايز يعمل نفس اللي انت عملته من 3 4 سنين هتلاقي النصيحه طلعت تمام، ما تعملش دي لان مش هتشتغل. ليه انت قلت الكلام ده؟ قلته لانك انت جربته قبل كده، محدش حكاهولك، انت اللي جربته فجربته، فبالتالي انت بلغته. بس هل هو ممكن يكون مثلا لو انت ممكن ياخد النصيحه دي ان انت مش عايزه يعمل الحاجه دي؟ ممكن، وياخد ويحب يجي بالدماغ ويتضرر ويعملها برضه. هيوصل في الاخر انه هيتكسف ومش هيبقى عايز يوريني وشه ساعتها. وده حصل مع حضرتك؟ حصل في شغل كتير. حصل في بعض الكوالين بتاعت البيبان، كان بيحب يجيب كالون حاجه عاليه ويقوم جايب ترومبه حاجه عاليه ويركب الاثنين على بعض، ففي بعض الانواع ما بتركبش على بعض. فقلت له ساعتها دي مش هتركب على دي. ازاي؟ قلت له مش هتركب، وفعلا حاول يجرب وانا واقف وفعلا ما ركبتش. فبدا يفهم ان انا بنصحه عشان ما تعبوش. فهمتني؟ فدي برضو خبره انت هتكتسبها فتره في خلال 20 سنه. فانت هتحدد الخبره دي من الموقف اللي هيطلع في ساعتها. يعني انت طلع موقف دلوقتي هتلاقي الذاكره اوتوماتيك بترجع لاربع خمس سنين ورا، الموقف ده اتكرر معايا فمش هغلط نفس الغلطه. طيب معانا اتصال. الو السلام عليكم. ايوه السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه مين معانا؟ فايز عبد العاطي ابو سليم من محافظه البحيره يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ فايز، اتفضل يا استاذ فايز. يا مرحبا يا فندم، الله يكرمك بارك الله فيك يا فندم. اتفضل يا فندم. اولا انا بتوجه بخالص الشكر لهذه القناه الهادفه، القناه التي يعني تقدم برامج نافعه ومفيده، برامج توعويه. شكرا لحضرتك. هذا يعني شكر اولا للقناه والقائمين عليه. ثانيا كان لي يا فندم لو سمحت يعني رجاء كده ومداخله بسيطه. تفضل استاذ فايز. بالنسبه لعنوان عنوان الحلقه يعني هو والمجتمع. ده اسم يعني البرنامج يا فندم. تمام. العنوان الفقره يا فندم هو والمجتمع. تمام.
الانسان يا فندم لا يستطيع ان يعيش بمفرده. تفضل حضرتك. فيعني لا يستطيع انسان ان يعيش بمفرده في هذه المسلسلات، لابد من التعاون ولا بد من التكافل. لذلك يا فندم انا يعني كان ليا يعني اولا بتوجه بالشكر الى السيد رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه، وادعو الله عز وجل ان يحفظ مصر جيشا وشعبا من كل مكروه وسوء. ويكفي مصر فخرا ان الحق سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم اكثر من مره، خلوا مصر ان شاء الله امنين، واليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. ويعني الايات كثيره في عن حديث القران الكريم عن مصر وما كانت مصر في القران الكريم. وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم على جيش مصر خيرا، فقال ستفتح لكم مصر من بعدي، فاتخذوا منها جندا كثيفا واستوصوا بأهلها خيرا فانه خير اجداد الارض. فيا فندم والله انا بس كان لي رجاء. اتفضل اتفضل. بالنسبه يعني النشء الصغير يا فندم والمراحل الاولى في التعليم، كان لي يعني وجهه نظر وهي من مواطن بسيط. اتفضل يا فندم. ان تضاف في التربيه والتعليم ماده لتوعيه النشء الصغير في الفترة في مرحلة التعليم الأساسي عن حب الوطن والانتماء للوطن. تفضل حضرتك. وهذا وعي يجب أن ننشره وأن نقف عنده، وخصوصا في المراحل الأولى من التعليم. تمام يا فندم. تدرس هذه المادة وخصوصا في المرحلة التي يتم فيها تطوير التعليم برعاية السيد رئيس الجمهورية. تمام يا فندم. إن شاء الله رسالة حضرتك توصل يا فندم. وزير التربية والتعليم، كان لي رجاء ان تدرس هذه الماده ماده مثلا يعني تشمل تعاليم الامن وحب الوطن والانتماء للوطن، وخصوصا في المراحل الصغيره، لان يا فندم اعداء الوطن بيختطفوا الاطفال الصغار او الشباب او الشباب الغير واعي، ويعني يتم بس الافكار الخبيثه في عقولهم ضد الوطن وضد الدولة. تمام يا فندم. سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالقوة دي يا فندم لا تشمل القوة العسكرية فقط ولا الجيش فقط ولا الأمن فقط، وإنما قوة الدولة تكمن في أفرادها وأبنائها وجميع مؤسسات الدولة. القوة تكون في التعليم فكريا وثقافيا وجسديا، تكون في توعية أبنائها لحب الوطن. فهذا ما أردت رسالة أن أضيف. وصلت رسالة حضرتك يا أستاذ فايز. في حاجة تانية يا فندم حابب توجهها؟ أستاذ فايز اتقطع الاتصال. شكرا شكرا لحضرتك أستاذ فايز. طبعا هو ده خارج نطاق الموضوع خالص، ولكن هو بيتكلم عن مبدا طبعا ان البرنامج هو المجتمع، ودي تواصلات بتجي طبعا مع الجمهور بتاع البرنامج. كلنا المفروض نكون اعضاء. وكلامه طبعا في غايه الاهميه طبعا، لان اللي استنتجته من الكلام بتاعه ان هو بيقول عايزين ندرس الوعي للناشئ اللي طالع. فعلا تمام، احنا كلنا اعضاء في وطن واحد، المفروض كلنا نسعى ان هو يتقدم خطوه وخطوه وخطوه لقدام. تمام. المفروض كلنا نتكاتف ان احنا نوقفه على رجليه. تمام. ده واجبنا. صح. مش الجيش بس، احنا كمان. معاك حق. تمام. هنرجع بقى لاهداف الشركه بقى بتاعت حضرتك في الفتره المقبله ان شاء الله. ناوي على ايه؟ انا ما بحبش اقف عند نقطه واحده. يعني انا بحب دايما ان انا اتوسع. يعني ايه طبيعتي كده؟ طبيعه اي بني ادم، كل واحد ليه هوايه او ليه هدف في حياته عايز يحققه. إيه ان شاء الله باذن ربنا بسعى جاهدا ان انا ما بقاش في محافظه القاهره واسكندريه بس، ابقى على كل مستوى محافظات مصر، والخطوه اللي بعد محافظات مصر ان شاء الله كشغل تشطيب وديكورات كل ما يخص الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه. تمام. والخطوه اللي بعد محافظات مصر ان شاء الله تبقى الامارات باذن ربنا. تبقى الامارات. انشاء شركه يا فندم ولا برضه فرع شركتنا المصريه هناك باذن ربنا. ده بدأت في الخطوات ان انت تاخد الخطوات؟ لا بجهز للخطوات زي ما بيقولوا كده، الخطه الخمسيه الجايه. طب هتوفق ما بين شغلك هنا وبره ازاي يا فندم؟ الشغل ده يعني انت هنا بتقول انا مصمم على الشغل بتاعي، حتى لو عندي 100 موقع هروح لازم اشرف عليه بنفسي. تمام تمام. هروح. فاحنا بنتكلم احنا كده بقى هنبقى خارج خارج الاريا بتاعتنا. طبعا هو في فريق معايا. احنا حاليا القاهره واسكندريه. القاهره واسكندريه، وان شاء الله ان شاء الله معانا
كل المحافظات في الفترة اللي جاية إن شاء الله. المحافظات اللي جاية هيبقى وجه قبلي، والتحديد ممكن يكون هنا، بس طبعا لازم إنشاء مكاتب بقى في المحافظات هنا. طبعا وده حضرتك مخطط ليه إن شاء الله. إن شاء الله مخطط ليه بإذن ربنا. الإمارات بقى، الإمارات ده بعد ما أخلص مصر، مش هسيب مصر الأول يعني. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بس ربنا يسهل بقى. واخد خطواتك وجاهز ان شاء الله يعني، اهو بنشتغل واحده واحده، وان شاء الله الحلقه الجايه اكيد هيبقى في تغيير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب الهدف بقى مهم، ان اي حد يكون فيه هدف قدامه لازم يسعى ليه طبعا، ويحاول يوصل ليه بالطرق السليمه قبل قبل اي حاجه، ان هو يحب هدفه ده، لان هو لو حب هدفه ده هيلاقي الطاقه الايجابيه اللي خارجه منه خارجه تلقائيا. انا لما احب حاجه هلاقي نفسي بعملها بكل قلبي، بعملها بكياني، هلاقي نفسي بطلع فيها اعلى حاجه، وممكن اكون الاقي نفسي موهوب فيها، هبه من عند ربنا بقى ان انا قدرت اعمل حاجه زي دي كويسه. ممكن الديزاين ده مثلا الاقي اللي جنبي مش عمره ما يجي في زي اللي بيكتب شعر، ممكن لما تيجي تقرا الشعر تقول طب انا ما جاش في دماغي الكلام ده. معلش تفاعل الجمهور النهارده، معلش معانا الاستاذ عربي. استاذ عربي اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه استاذ عمر اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك يا باشا، والله والله ليا استغاثه عند حضرتك. اتفضل يا استاذ عربي. باسم احمد العربي احمد مصطفى. اتفضل يا فندم، انت على الهوا يا فندم. حضرتك صدر له 3 قرارات على نفذ الدوله. بتقول يا فندم معلش؟ بعمليه زرع قوقعه. تمام، زرع قوقعه. حضرتك القرار في مستشفى الزقازيق الجامعي ب 30/7/2019. تمام. وقعد فترة ثم بعد ذلك صدر له قرار على نفقة الدولة، قرار تاني بتاريخ 16/9/2019. تمام. وكل ما نروح نسأل في معهد السمع والكلام حضرتك يقولوا لنا اسمه مسجل على السيستم. اللي هو فين يا فندم؟ السمع والكلام اللي هو فين؟ اللي هو في معهد السمع والكلام بمبابة. في مبابة، تمام. فحضرتك طيب رسالة حضرتك يا فندم؟ الانتظار. كل ما نروح قلنا على قوائم الانتظار، وابن في حالة سيئة لا يرسل له النبي يا أستاذ عمر. طيب هتوجه رسالتك لمين يا فندم؟ وجه رسالتك للمسؤولين يا باشا. طيب رسالة حضرتك وصلت، وإن شاء الله بإذن الله يتم الرد عن حضرتك يا فندم. شكرا، شكرا لحضرتك. معلش يا باشمهندس، لا ولا يهمك، احنا عشان حاطين بس صفحة البرنامج والرقم الخاص بالبرنامج ففي تفاعلات بقى. معلش ولا يهمك. هنرجع للهدف يا فندم. قبل الهدف، ما انا بقول لك، هو طول ما انت بتحب هدفك لازم هتعرف توصل له بسهوله. المهم ان انت تسعى انك تحققه، زي ما بيقولوا كده ايه، ان لم تقاتل من اجل احلامك فلا تلوم الا نفسك. تمام تمام. بس فانت اسعى لتحقيق هدفك، واكيد هتوصل له، واكيد لما توصل له هتعمله باحسن وجه وهتطلعه في احسن حاجه، حتى لو الامكانيات اللي تحت ايدك مش مساعده. ما هو انت بقى واحده واحده بقى يعني، انت ما تحلمش بانك انت تخلص. ما في بيحلم وهو قاعد، ما هو ده مش هينفع، هيفضل طول عمره بيحلم. لكن في اللي بيحلم وبيحاول يجرب بالامكانيات اللي على قده، لازم ربنا هيوفقه. ما هو احنا بنسعى والتوفيق ده من عند ربنا اولا واخيرا، بس طول ما انا بسعى اكيد ربنا هيوفقني. مش ممكن ربنا هيوفقني في شيء وانا قاعد بتفرج عليه لسه. طيب في بدايه انشاء حضرتك الدوليه دي كنت حاسس ان حضرتك بعد 20 سنه توصل اللي حضرتك وصلته؟ كان عندي ايمان بكده، كنت واثق في كده. كنت بتسعى لده؟ طبعا عندي ايمان ان ربنا مش هيسيبني، عندي ايمان ان ربنا اكيد هيوقف. طالما انا بسعى وبتعب ربنا مش هيضيع تعب اي حد. كنت بتشتغل كام ساعه في اليوم؟ انا في مره ما انساهاش، طلعت شغل الساعه 9 الصبح، رجعت تاني يوم الساعه 11 الظهر. يعني بتطبق 24 ساعه وفوق ال 24 ساعه؟ بدون اكل او شرب او راحه، يعني ما كانش فيه راحه خالص ال 24 ساعه دي. يعني كنت بعمل شغل في المنيا وعملت شغل في اسيوط، قعدت من 9 صبح، خرجت من البيت بالظبط الساعه 9، رجعت البيت تاني يوم الساعه 11 الظهر. كان يوم مرهق جدا. فالواحد عشان بيحب الشغل فما بيحسش بالوقت خالص طول ما انا شغال. حضرتك قررت ان حب الشغل دي كتير جدا في الحلقه. ما هو الشغل ده بالنسبه لي ميه المحياه. تمام. اهم من الاكل والشرب. يعني معنى كده ان انت لو انت حابب الشغل وحابب العمل بالظبط هتحقق كل اللي انت لازم. انت حابب اي حاجه لازم هتنجح فيها. طالما انت حاببها مش بتعملها على اساس ان انت تكسب منها مكسب مادي وخلاص، او جاي تقضي يوم وخلاص. طول ما انت بتحب الشيء اللي انت هتعمله هتبقى مؤمن بيه، هتقدر تعمل فيه احلى حاجه. طب كل شخص بيبقى ليه مثل اعلى في حياته، لو اتكلمنا عن المثل ده منين الاحراج ده؟ ممكن يكونوا كذا حد، مش شرط حد واحد. بص، في بدايه حياتي الشخصيه والدي طبعا الله يرحمه، رحمه الله عليه،
وفي حياتي العمليه رجل الاعمال الاستاذ سمير بشاي، بصراحه ده انا اتعلمت من مدرسته حاجات كتير قوي بصراحه، يعني هو ليه فضل كبير قوي عليا. ده وقف معاك وساندك في شغلك؟ مش هنقول ساندني ماديا، بس هو ممكن احنا يكون ما اتكلمناش ماديا. ساندني، علمني حاجات كتير قوي. زي ايه؟ علمني برضو، من ضمن اللي اتعلمته في فن التعامل مع الناس، دي اهم حاجه علمني فيه. علمني يعني ايه شغل، يعني ايه لذه شغل، يعني ايه حتى تبقى انت شغال في مكان حتى لو مش بتاعك، ازاي تحبه، ازاي تحب المجال ده وتنجحه، لان لو المكان ده نجح انت كمان نجحت معاه، حتى لو المكان ده مش ملكك، لو انت مش انت الاونر بتاعه يعني هتنجح معاه طالما انت حبيت المكان ده. فمدرسه استاذ سمير بشاي مدرسه جميله قوي. طبعا احنا بنوجه له التحيه هنا من برنامج هو والمجتمع. ربنا يخليك. فهو اخ كبير ليا بصراحه، واتعلمت منه كتير، اشكره فعلا على اللي انا اتعلمته. طيب معانا اتصال تاني برضه، حماده من المنوفيه. الو. ايوه يا باشا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ حماده. ازيك يا باشا؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازيك يا باشا عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. رساله حضرتك ايه يا فندم؟ ايه؟ ايه الرساله اللي عند حضرتك؟ رساله حضرتك، كنت اتصلت على حضرتكم وبشكر لحضرتك قوي يعني ان انتوا يعني اتصلتوا عليا وكده، وبشكر البرنامج اول حاجه. وحضرتك طبعا في جمال، كنت ده دورنا يا فندم. ده طلب لمحافظه المنوفيه. تمام. محافظه المنوفيه بدل المره من ايام الدكتور شرف لمحافظه محافظه المنوفيه. محافظ المنوفيه. تمام. انا قاعد بجري على ورق دون ومعايا شهاده اعاقه 5%. معاك شهاده؟ معاك شهاده ايه يا فندم؟ شهاده اعاقه 5%. كده. وانا معايا شهاده الاعاقه وقاعد ايجار، ومعايا 3 عيال، ومعايا ابن تعبان في 53 برضك. ايه الطلب بتاع حضرتك يا فندم؟ يعني الدنيا معايا تعبانه والله بجد، انا مش عارف اوصل ليه يعني. الورق ده يا فندم انت حضرتك قدمته للمحافظه يا فندم؟ يعني يبص لي كده يعني يشوف مشكلتي حتى وكده، لان صراحه تعبان يعني. انت حضرتك يا فندم على الهواء يا فندم، وان شاء الله باذن الله صوت حضرتك يوصل يا فندم لمحافظ المنوفيه. شكرا، شكرا لحضرتك يا استاذ حماد. باشمهندس استاذ سمير، مين تاني؟ بس هم دول كفايه قوي. احنا ما قلناش الاستاذ سمير بس، ووالد حضرتك. هو بس كفايه قوي، دول اتعلمت منهم. الحياه الاسريه بقى، الزوجه بقى في الوقت ده، انت بره بقى 24 ساعه. هي معايا في كل وقت، بره جوه، في كل لحظه بتبقى معايا بصراحه. لو هنوجه لها رساله. اشكرك على تعبك معايا، وخصوصا في اخر 3 سنين تعبت معايا جامد قوي. ده عشان كان ضغط شغل؟ كان ضغط شغل، وكانت ظروف صعبه، استحملت معايا كتير. طب انت عينيك هتدمع ليه؟ لا مفيش هو ده الحب. بنوجه لها برضه طبعا من هنا طبعا التحيه برضه. ربنا يخليك. لو حبينا بقى ان احنا نقدم ايه نصيحه بقى للشباب، احنا اتكلمنا من شويه عن الشاب اللي قاعد والمفروض ان هو في هدف، بس هو لسه قاعد، وقلنا ده مش هيوصل. هو بس في حاجه انا عايز اوجهها لشباب كلهم اخواتي، إيه كل حلم الشباب او معظم احلام الشباب ان انا اتخرج الاقي شغلانه في مكان ثابت اخد مرتب، هو ده الحلم. فانا مش اللي هو يوصل لوظيفه، ويوصل لوظيفه ومبلغ محدود، مبلغ محدود كل شهر وخلاص على كده. طب انا شايف ان الحلم ده من وجهة نظري انا، طب ليه انت ما تشوفش عندك فكرة حلوة وتكبرها وتكبر معاها؟ ليه حلمك دايما في وظيفة ثابتة؟ الفكرة فكرة مشروع، فكرة مشروع، حاجة انت كويس فيها، حاجة انت شاطر فيها، او حاجة انت بتحبها، بلاش تبقى شاطر فيها، لو انت حبيتها كويس وحتى انت ضعيف فيها اكيد هتنجح فيها بعد كده، واكيد هتكسب فيها خبرة، هنوفر على بعضنا بطالة، نسبة البطالة دي بدل ما نسبة البطالة عالية، عشان كله بيدور على شغل، كله بيدور على شغلانه يشتغل فيها بمرتب شهري بس، هو ده حلمه، فاكر ان هو هيعمل كده انه كده اتحمى من الفقر. طب ما انت كده اتحميت من الفقر، بس برضو اتمنعت من انك تبقى غني او تبقى مرتاح ماديا. دور على فكره، فكره انت شاطر فيها. طب لو حد جه لحضرتك وعنده فكره وحابب ان حضرتك تساعده فيها، لو في ايدي، لو في ايدي في مجال شغل حضرتك، لو في ايدي مش هبخل عليه. ده في بعض الفنيين يبقى ما عندوش خبره في حاجه معينه، انا اقف بايدي واعلمه واقول له لا انت لو عملت دي بالطريقه دي هتريحك وهتطلع احسن. فانا ما ببخلش على حد باي معلومه. اي معلومه لازم اديها له. زي ما اللي كان علمني قبل كده ما بخلش عليا بحاجه. فانا برضو طلعت كده. اي حد عايز يتعلم اي حاجه انا بقف معاه، ولو في اي حد عنده فكره في اي حته في اي مجال يقول لي. وانا لو في ايدي اساعده هساعده. مش هتاخر طبعا. طيب هنتكلم بقى عن الدوله، وقفت معاك في شغلك؟ يعني حاولت ان انت جيت في فتره من فترات كده
في مناقصه مثلا معينه؟ ما انا ما تعرضتش ان انا اخش لمناقصات زي ما قلت لحضرتك في البدايه عشان موضوع الامور الماديه دي. تمام. انما كاستخراج اوراق ممكن الروتين في الفتره الاخيره دي بقى افضل من السنوات اللي فاتت. يعني الاول كان الموضوع بياخد وقت جامد اكتر من شهر في استخراج اوراق الشركه، انما في الوقت الحالي ما بيكملش 10 12 يوم. تمام. طبعا دي اكيد بتوجيهات سياده الرئيس يعني. طيب كان في حاجه حضرتك لفتت انتباهي ليها، قلت ان انا الشغل دوت اللي حضرتك الشركه بتقوم بيه بيبقى بضمان. يعني ايه بضمان يا فندم؟ انت حضرتك جيت عملت لي جبس، جيت عملت لي محاره، جيت عملت لي كهرباء. تمام. بدي العميل ضمان سنه لمده سنه. ضمان سنه على اي حاجه تحصل، حتى كهرباء باظت، سباكه باظت، حتى لو باظت سوء استخدام. طب الضمان ده انت واخده اساسا من المصنع او في بعض الخامات باخد عليها ضمان، وفي وبعض الشغل يعني الجبسن بورد انا اللي بيبيع لي الجبسن بورد ده ما بيدينيش عليه ضمان، انما لما انا باجي افصل عامل الفني يفصله على الحيط او يفصله في الوحده السكنيه انا بدي ضمان للعميل على التفصيله دي، حاجه اتخبطت فيها او مش لما اجي له مش هكلفه برضه في خلال السنه، انا باجي اعدلها لك من غير اي حاجه، حتى لو كان سوء استخدام من العميل انا بعمل بنفذها له، مش حاجه من شغلنا احنا، بعملها له كخدمه للعميل عشان اكسبه يفضل معايا. لو انا عملت كده مع العميل عمره ما هيفكر انه يتعامل مع شركه ثانيه. تمام. طيب لو اتكلمنا بقى عن احدث حاجه وصلنا لها في الديكور، ايه احدث حاجه دلوقتي؟ احنا سمعنا دلوقتي عن ورق حائط في لا في دلوقتي السمارت هوم بقى اللي نازل جديد لسه بياخذوا مصر الايام دي. السمارت هوم ده بقى اللي هو الانسان بيتحكم في الوحده بتاعته كلها هو قاعد، بيبقى لوكيشن على التابلت مثلا، يفصل الاضاءه، يفتح الستاير، يشغل التلفزيون. ده حضراتكم بتقوموا بيه برضه؟ طبعا، بس ده تكلفته بتبقى بالطلب. تمام. ده فئه معينه يعني اللي بنبعت نجيب اجهزته من بره دي لسه ما نزلتش مصر. في منها بس مش بنفس الكفاءه اللي ممكن نجيبها له من بره. تمام. يتحكم في كل حاجه هو قاعد تابلت اهو، في لوكيشن على التابلت، في الاضاءه، في كل حاجه، في فتح باب الشقه، يفتح الباب، يقفله، يشغل الاضاءه، يشغل ساوند سيستم في المكان، كل ده من على التابلت، يفتح الستاير، يقفلها، كل ده من التابلت. التطور بقى من عند حضرتك بيجي نتيجه ايه؟ نتيجه ان انت بتبص على الاسواق العالميه بتعمل ايه. انت حتى لو ما فيش مقارنه ما بين السوق المصري والسوق مثلا والسوق الخارجي، ما هو كله بيسعى للتقدم سواء سوق مصري او سوق اللي بره. السوق المصري بيسعى ان هو يبقى الافضل، كل اللي شغالين فيه بيسعى ان هو يدخل الجديد، لان اول ما يدخل الجديد هيبقى هو اول واحد جايبه، هيبقى هو اول واحد كسب منه، فهيقدر يكسب منه اللي هو عايزه. برضه السوق الخارجي برضه بيحتاج كده، بيحتاج ان هو يسعى للتقدم، يسعى لكل ما هو جديد. طيب لو هنقدم بقى رساله اخيره بقى حابب ان انت توجهها لحد، حابب اوجهها للشباب اللي بتدور على شغل، فكر جواك قبل ما تدور على شغل، فكر ان انت تعمل حاجه تكبرها وتكبر بيها. دي الرساله اللي انا ممكن اوجهها لشبابنا. مهندس اشرف خلف، طبعا رئيس مجلس اداره الدوليه للتشطيب والديكور، طبعا شرفتني ونورتني برنامج هو المجتمع. طبعا ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بحلقه اليوم، على امل ان شاء الله ان احنا نلتقي بكم في حلقات اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.